من الاجتماعات المغلقة التي لم تفضي إلى نتيجة حتى الآن، هكذا بدا المشهد على جبهة الشعراني. هنا على هذه الجبهة المحتدمة، المقاتلون على أهبة الاستعداد للقتال، وقائدهم يؤكد أن أهل الشعراني ليسوا مكسرا عصا. طلع بالتبيني يفش خلق أم بالعالم، ما في مرة علقت بالتبيني ولا طلع رصاص من عندهم على التبيني، ولا العكس صحيح إلا ما قوصوا واحد عنا هون بهالمناطق. يعني نحن بدنا نعرف انه نحن مكسر عصا، نحن ما لنا مكسر عصا. بدي اسالك سؤال، هل الاجتماعات عم يعملوها هيدي؟ هل هن اذا بدهم يضبطوها بالاول ما كانوا ضبطوها يعني؟ هلا هيدي اللعبه لايمتى بدها تضل مكفيه؟ معهم هن لايمتى بدهم يضلوا عم يلعبوا؟ نحن عم نقتل عن عقيده، بس هن لايمتى بدهم يضلوا عم يلعبوا؟ يعني هلا هن بدهم يقنعونا انه هن ما عم يطلع بايدهم شيء؟ ما هو مضبوط هذا الحديث. شو عم يلعبوها انتخابيا يعني؟ ولا في شيء من تحت الطاولة بده يتمرق وما حدا عم يمرق للتاني؟ اقسم بالله العظيم عيب. بمثل بالشعر الاسد هون. ولما تعذر الوصول الى جبل محسن، اجرينا اتصالا هاتفيا بالمختار عبد اللطيف صالح الذي قال ان الطرف الاخر هو من يعرقل انتشار الجيش اللبناني في باب التباني، مشيرا الى ان اهل الجبل تحت امرة الجيش اللبناني. حصيلة الاشتباكات اليوم وصلت إلى 5 قتلى، 2 قضايا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات فجراً، أحدهما من الجبل والآخر من التبانة، و2 آخران أرديا برصاص القنص عند مستديرة المنكبين، والآخر قضى في جبل محسن أيضاً برصاص القنص. وقد توفيت والدة أحد القتلى بسكتة قلبية متأثرة بخبر موت ابنها. وسجل اليوم أيضاً استشهاد عنصر من الجيش اللبناني برصاصة قنص في جبل محسن قرب مستشفى الزهراء. ويذكر أيضاً أن إشكالاً فردياً وقع في ميناء طرابلس أدى إلى مقتل شخصين. أما وراء الأبواب الموصدة فعقد اجتماع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في ميناء طرابلس في حضور نواب المدينة ووزرائها والقادة الأمنيين وقادة المحاور. خرج ببيان أكد فيه المجتمعون دور الجيش والأجهزة الأمنية في حماية السلم الأهلي، ودعوا النيابة العامة إلى استكمال التحقيق في جريمة تهديد وقصف طرابلس، ودعوا كذلك إلى وقف فوري لكل أشكال المظاهر المسلحة وإزالتها. وأشار البيان إلى أن ميقاتي أبلغ المجتمعين أنه سيسرع الإجراءات لصرف اعتمادات الهيئة العليا للإغاثة من أجل دفع التعويضات للمتضررين. إن شاء الله بنوعد ليلة هادئة إذا وقف القنص من منطقة جبل محسن. المهم يوقف القنص من جبل محسن، رغم وجود الجيش بجبل محسن ما يزال القنص مستمرا، وهذا غير مقبول. وفي المعلومات أن الاجتماع لم يحضره جميع قادة المحاور، وأن من حضر منهم اشترط دخول الجيش اللبناني أماكن محددة، إضافة إلى المطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. الحزب العربي من جهته عقد اجتماعاً لمكتبه السياسي، وأعلن قياديوه أنهم غير معنيين بقرارات الاجتماع، لافتين إلى أنهم لم يكونوا مدعوين إلى هذا الاجتماع أو غيره، غير أنهم يرحبون بأي وقف لإطلاق النار. أما الشيخ نبيل رحيم عضو هيئة العلماء المسلمين فبدا متفائلاً بالتهدئة. هناك بوادر إيجابية، وإن كان بصراحة أهل المنطقة، منطقة التبانة والإبة، بيريدوا حل جذري لقضيتهم. هلا ما كل شيء نزل من بيانات هو صحيح، يعني للأسف تم تداول بيانات كثير من وجهاء منطقة القبة والتبانة ليس لهم علم بها. هذه الأمور يعني علاجها علاجا جذريا أكبر من مدينة طرابلس، بل أكبر من لبنان كما صرح اليوم وزير الداخلية. هي جولة القتال 16 في شمال لبنان، والحصيلة منذ أيار عام 2008 140 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح. من طرابلس رونا حلبي، قناة الجديد.